بستكمل محاضرات أو سلسلة محاضرات الأشرطة. هناخد اليوم إن شاء الله محاضرة أو مشتق الجوريتم اللي هو الليل، لأنه كتير طلبوا وسألونا عن المحاضرة. مشتقة الجوريتم لازم الأول نحولها لليل، بعد ذلك مشتقة. هنعمل محاضرة مشتقة الاقتران الجوريتمي على محاضرتين. المحاضرة هذه إن شاء الله هناخد كل الدوائر اللي مكتوبة باستخدام الليل، لكن المحاضرة اللي بعدها إن شاء الله لو كان عندي لوب أشوف أماكن بدي أشتقها. الأول لازم أحولها للين، وبعدين أنا أشتقها تبعا لما تكون إيه لين. لأن ما حد المحاضرات السابقة راح أحط كل الروابط تحت أسفل الفيديو محاضرات الاشتقاق كاملة. أخذت كتير محاضرات في الاشتقاق، المشتقة الأولى باستخدام التعريف عدد الأجزاء، المشتقة في جزء التربيع باستخدام التعريف، أخذنا الاشتقاق الدوال الأسية والثلاثية، الدوال كثير الحدود والاقتران النسبي وحصل ضرب اقترانين. كل موضوع أخذنا فيه محاضرات بالتوسع. إن شاء الله اليوم راح ناخد مشتقة اللين. في المحاضرة اللي بعدها راح تكون كل الأسئلة مكتوبة بدلالة اللوغاريتم وكيف أنا أشتقها. محاضرة اليوم كل الأسئلة اللي موجودة عندي هنا على السطورة هي دلالة اللين. أحياناً ما بداخل اللين بيكون اقتران نسبي، أحياناً ما بداخل اللين بيكون دالة وثلاثية، أحياناً ما بداخل اللين بيكون عبارة عن اقتران كثير حدود، أو أحياناً بتكون الاقتران اللي معرف عندي اللي أنا بدي أشتقه حاصل ضرب اقترانين، واحد منهم لين واحد منهم جذر تربيعي، أو واحد منهم لين والثاني عبارة عن دالة وثلاثية. طيب خلينا نبدأ اليوم إن شاء الله. إن شاء الله تستفيدوا. ما شاء الله حرارة. أوكي. خلينا ناخد اليوم derivative of logarithm functions. اللي اليوم هناخدها هي عبارة عن الناتشرال logarithm. الناتشرال logarithm هو بيكون log للx والأساس يعني E. فلما أنا بدي أحول اللوب للين، الإي اللين لإلها واحد، لأنه اللين اللي هو الدالة لين والإكسبوننشال هذه هما دوائر عكسية، يعني معكوس اللين هو الإكسبوننشال، معكوس الإكسبوننشال هو اللين، لهيك بيضيعوا بعض. فعندي أنا اللوب الأصلي إكس للإي هو عبارة عن لين الإكس. هذه محاضرة اليوم. المحاضرة الجاية إن شاء الله رح ناخد إنها لو كان لوب للإكس لأي عدد هام مش للإي. طبعاً الإي هذه عبارة عن 2.7، يعني الإي هي عدد 2.7. طيب نيجي لمشتقة اللين بشكل عام. دي على دي إكس للين الإكس هي عبارة عن إيش؟ هذا بدي أسميه دائماً أهم حاجة في لما أنا أجي أشتق اللين، لازم أعرف وأحدد مين هو ما بداخل اللين. هاي اللين على طول اللي وراه هذا بدنا نسميه ما بداخل اللين، هي الدالة اللي موجودة بداخل اللين. طيب وكل مشتقة اللين هي لو كانت إكس، أول حاجة هي بتكون اقتران نسبي، يعني مشتقة اللين هي عبارة عن اقتران نسبي. أول إشي المقام هو ما بداخل اللين كما هو إكس. إذا مشتقة لين الإكس أول حاجة بدي أحط المقام عشان بدي أحط إشارة القسمة عشان أعرف مين البسط والمقام. فمشتقة اللين أول حاجة بالمقام بنحط مين ما بداخل اللين كما هو ما بنغيروش. في البسط بدي أشتق ما بداخل اللين، شو مشتقة الإكس؟ واحد. إذا نعيد تاني، لو كان أنا عندي لين وما بداخلها هذا نسميه ما بداخل اللين، أي دالة كانت عندي هذا ما بداخل اللين. فشو بدها تكون مشتقتها؟ حكينا أن مشتقة اللين هي عبارة عن اقتران نسبي، ناتج اقتران نسبي لمشتقة اللين. المقام هو عبارة عن ما بداخل اللين كما هو، ما بداخل اللين كما هو أغيروش. هذا المقام، يعني هي الدالة اللي هنا هتيجي على طول هو في المقام بدون ما أغيرها. البسط هو عبارة عن مشتقتها،
إذا مشتقة اللين هي عبارة عن مشتقة ما بداخل اللين على ما بداخل اللين كما هو. يعني لو كانت أنا عندي، خلينا ناخد أبسط واحدة فيهم، لو كانت F X الدالة اللي عندي هي عبارة عن لين X تربيع، أول خطوة لما بدي أجي أشتق اللين بدي أحدد مين هو اللي ما بداخل اللين، مين ما بداخل اللين؟ الـ X تربيع. هلا نيجي نحكي شو مشتقة F الـ X؟ بما إنها هي لين فشو مشتقة اللين اللي بتحكي لي؟ أول حاجة بدك تحط ما بداخل اللين في المقام كما هو، هذه بقى شيء بحطها في المقام كما هي، هي X تربيع. طب في البص شو بدي أحط أنا؟ مشتقة ما بداخل اللين، شو مشتقة الـ X تربيع؟ 2 X. واضح؟ طيب لو احنا بدنا نبسطها، اكس واحده بتروح مع اكس بضل عندي مين؟ اكس واحده في المقام، يعني هي عباره عن 2 على اكس، هذه هي تبسيطها. اذا مشتقه اللين على طول هي البسط مشتقه ما بداخل اللين، والمقام هو ما بداخل اللين كما هو. طيب نيجي لو كانت انا عندي الواي هي معرفنا اياها لين اكس تكعيب زائد 1. طلب مني اجيب دي واي على دي اكس، يعني بدي اشتق الواي بالنسبه لاكس. بروح شو بلاقي؟ بلاقي اللين هي الداله هي عباره عن لين. اول حاجه لما انا بدي اشتق اللين بدي احدد مين هو ما بداخل اللين، هذه هي اللي ما بداخلها. طب القانون شو بيحكي لي انه مشتقه اللين؟ اول حاجه المقام شو بدي احط فيه؟ ما بداخل اللين كما هو، ما بغيره، اكس تكعيب زائد 1. بعدين في البسط بدي احط مشتقة ما بداخل اللين، شو مشتقة هذه؟ شو مشتقة الاكس تربيع زائد 1؟ هي عبارة عن 3 اكس تربيع زائد مشتقة الواحد 0. واضح؟ فما بنكتبها بعدين. هذه هيك بنشيلها. وهذه هيك ما بنشيلها خالص. واضح؟ إذا نعيد ثاني، مشتقة اللين على طول شو ما تكون الدالة اللي موجودة في اللين في داخل اللين بدنا نعلمها عشان ايش؟ ان هنطبق عليها القانون. المقام بيكون هو عباره عن ما بداخل اللين كما هو، هان مشتقتها هي، مشتقتها هذه عباره عن مين؟ مشتقة ما بداخل اللين، هذه ما بداخل اللين كما هو المقام. طيب ناخد كمان سؤال، عندي اف الاكس هي عباره عن جذر لين الاكس، يعني هنا انا بدي استخدم قانونين. عندي بالاول جذر تربيعي لازم اشتقه تبعا لقوانين الجذر التربيعي او قانون الجذر التربيعي، وما بداخل الجذر هو عباره عن لين، وما بداخل اللين هو عباره عن مين؟ عن اكس. خلينا نمشي فيها خطوه خطوه. عندي اول شيء انا اف الاكس، اف داش للاكس. اول حاجه هو عباره عن مين؟ جذر. هلا شو اخذنا احنا من مشتقه الجذر التربيعي؟ هي عبارة عن واحد على اثنين الجذر كما هو، يعني الجذر كما هو بدي اكتبه لين الاكس مضروب في مين؟ في مشتقة ما بداخل الجذر. شو مشتقة ما بداخل الجذر؟ قبل ما اشتقها بروح بلاقيها هي مين؟ هي عبارة عن اللين. طب بحكي شو مشتقة اللين؟ مشتقة اللين هي عبارة عن مين؟ طبعا هذه هتكون في البسط، مشتقة ما بداخل الجذر بدها تكون في البسط. بروح بلاقيها هي لين، لين الاكس، واحنا اخذنا شو مشتقة اللين؟ هي عبارة عن اقتران نسبي، يعني مشتقة اللين هي عبارة عن اقتران نسبي. اللي في المقام هو مين؟ هو ما بداخل اللين. شو ما بداخل اللين عندي اكس؟ شو مشتقتها؟ واحد، لأنه أنا مشتقة ما بداخل اللين واحد. هيك بنكون ايه؟ خلصنا. إذا أول حاجة بأمشي خطوة خطوة تبعا للقوانين. أنا لقيت جذر، الدالة الأولى هي عندي جذر. ما بداخل الجذر لين، ما بداخل اللين هو كثير حدود. فبنعرف إنه مشتقة الجذر التربيعي، مش لأي جذر، مشتقة الجذر التربيعي هي عبارة عن واحد على اثنين الجذر كما هو مضروب في مشتقة مين؟ ما بداخل الجذر. يعني هذه كلها هي عبارة عن مشتقة ما بداخل الجذر التربيعي. ولكن الواحد هذه هي عبارة عن مين؟ عبارة عن مشتقة ما بداخل اللين اللي هي الاكس. واضح؟ إذا هذه هي عبارة عن مشتقة ما بداخل اللين. واضح؟
طيب روحنا للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده معرف لي اياه لين. ها اول داله لقيتها لين، فروح بقول شو ما بداخل اللين. هاي ما بداخل اللين هو عباره عن اقتران نسبي. طيب اول حاجه نيجي بنمشي خطوه خطوه، لين والما بداخله هاي لقيت اقتران نسبي. فلما يجي موعد مشتقة الاقتران النسبي او موعد مشتقة ما بداخل اللين اروح اشتقها تبعا لقانون الاقتران النسبي اللي هو اخذناه في المحاضرة السابقة. طيب اول حاجة بدي اكتب طبعا دي واي على دي اكس، ممكن اكتبها هيك او ممكن اكتبها واي داش بتساوي هي مشتقة الواي بالنسبة لاكس. ليش بالنسبة لاكس؟ لانه انا معرف الواي هي دالة فقط في اكس. انا بدي اجي اشتق الواي لقيتها هي عباره عن لين. شو مشتقه اللين؟ انا مضمن لين بدي اعمل بسط ومقام، لانه مشتقه اللين بيقول لي اول حاجه المقام هي بتكون ما بداخل اللين كما هو. هي مش انا عندي مقام المشتق هو ما بداخل اللين كما هو بغيروش. هاي ما بداخل اللين كما هو بقى. بعد كل البسط هو عبارة عن مين؟ مشتقة ما بداخل اللين. طيب بروح عشان أجيب مشتقة ما بداخل اللين بلاقي ما بداخل اللين حكينا هو مين؟ اقتران نسبي. طيب شو مشتقة الاقتران النسبي أخذناها؟ أخذنا الأول، شو الأول؟ المقام. أخذنا إنه مشتقة الاقتران النسبي هي عبارة عن المقام ومشتقة البسط ناقص البسط ومشتقة المقام. هاي نحط السالب من الأول. إذا اللي أنا بدي أكتبه هان بين أقواس هو عبارة عن مشتقة ما بداخل اللين اللي هو عبارة عن مين؟ اقتران نسبي. مشتقة ما بداخل اللين اللي هو اقتران نسبي أخذناها اللي هو عبارة عن، أنا فكرة خطأت، الأول هو مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول هو عبارة عن مشتقة حصل ضرب اقترانين. مشتقة الاقتران النسبي أول حاجة المقام تربيع كنا بنحطها، كنا بنعملها هيك. المقام تربيع، المقام عبارة عن مين؟ جذر تربيعي، ده إكس ناقص 2، هاي إكس ناقص 2 الكل تربيع. بعد هيك المقام في مشتقة البسط كما حكينا إن هو المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام. وين المقام؟ هاي الجذر اكس ناقص 2 بدي اضرب في مين؟ في مشتقة البسط. شو مشتقة البسط؟ 1 زائد اكس، الواحد مشتقتها 0 زائد شو مشتقة الاكس؟ 1 ناقص الناقص. هذا من وين؟ من قانون الاقتران النسبي مشتقته هي عبارة عن المقام تربيع والبسط بده يكون عبارة عن مين؟ المقام في مشتقة البسط ناقص البسط. وين البسط؟ هي 1 زائد اكس في مشتقة مين؟ المقام. بروح على المقام شو بقى لقيها؟ جذر. نرجع شو نحكي؟ شو مشتقة الجذر؟ الجذر التربيعي طبعا. هي 1/2 الجذر التربيعي كما هو مضروب في مشتقة مين؟ ما بداخل الجذر. شو مشتقة اكس ناقص 2؟ اللي هي 1. واضح؟ إذا هان عندي أنا استخدمت أكثر من قانون للاشتقاق. اللي هو استخدمنا قانون مشتقة اللين. شو مشتقة اللين؟ المقام كما هو. أيوه المقام هذا عبارة عن مقام اللين، المقام كما هو بقى. شو دخل المقام؟ بدي أتأخر المقام هو عبارة عن ما بداخل اللين كما هو. أيوه ما بداخل اللين كما هو بكتب هنا في المقام. البسط هو عبارة عن مشتقة ما بداخل اللين، يعني هذا كله هيك اللي أنا معلماه، هذا هيك بالأحمر، هذا هيك، هذا مشتقة ما بداخل اللين، أوكي؟ ولما جينا نشتق ما بداخل اللين لقيناه هو عبارة عن اقتران نسبي. نيجي نقول شو مشتقة الاقتران النسبي أخذناها؟ أول حاجة في الاقتران النسبي بدنا نحط المقام تربيع، هاي حطيناه المقام كما هو تربيع. حكينا في الاقتران النسبي لازم نحدد مين البسط ومين المقام. هذا هو البسط وهذا عبارة عن مين؟ عن المقام.
مشتقة الاقتران الاسم بيحكي لي أول حاجة بحط المقام تنبيه، بعدين اضرب في منطقة البسط المقام كم هو في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة مين المقام. لما أجينا نشتق المقام هذا خليني أحطه باللون أخضر، لما أجيت أنا أشتق المقام لقيته هو عبارة عن مين؟ هو عبارة عن جزء تنبيه، إذا هذا اللي باللون الأخضر هو فقط مشتقة الجذر التربيعي. واضح؟ كثير بتيجي أسئلة زي هيك في الامتحان، إنه بكون ما بداخل الدالة جذر اقتران نسبي لين أو ساين أو اكسبوننشال كلهم حاطينهم مع بعض، فكل واحدة بقى أشتقها تبع للقانون اللي إحنا أخذناه. وأخذنا بتوسع محاضرة لجذر التربيعي مشتقتها للاقتران النسبي، واليوم درسنا إن شاء الله تكون هذا واضح. طيب طبعاً هنا في قسم هيك في هذا القسم، هذا كله في البسط وهذا كله في المقام. طيب يجي للسؤال رقم 4، معطيني اف من اكس هي عباره عن ساين لين الاكس. دائما حكينا لما انا بدي اجي اشتق داله مثلثيه اول حاجه لازم احدد مين زاويتها. هلا مين زاويه الساين على طول لين الاكس؟ هذه هي عباره عن مين؟ زاويه الساين. واضح؟ طيب شو مشتقة الساين؟ الدالة هي عبارة عن ساين، شو مشتقة الساين؟ كوزاين الدالة الزاوية عفوا كمانية بحطها في مشتقة الزاوية، مش أخذنا الدوال المثلثية بأشتقها تبعا للقانون في مشتقة مين؟ الزاوية. بروح على الزاوية شو بلاقيها؟ بلاقيها هي عبارة عن اقتران لوغاريتم لين الإكس. طيب وشو مشتقة لين الإكس أخذناها؟ مشتقة لين الإكس بدها تكون عبارة عن اقتران نسبي بسط ومقام. مين في المقام بنحط؟ ما بداخل اللين كما هو. طيب هذا هو ما بداخل اللين، القانون بيقول لي حط ما بداخل اللين في المقام كما هو، بعدين في البسط بدها تكون تشتق ما بداخل اللين، شو مشتقتها؟ واحد. وضحت؟ طيب أول حاجة لو مشتقة اللين لازم احدد مين هي الداله الموجوده في اللين، مشتقتها بقول لي هي اقتران نسبي، المقام هو عباره عن ما بداخل اللين كما هو في مشتقه ما بداخل اللين. هيك بنكون اشتقنا. طيب نيجي ننزل هاي، هل بقول لي اف الاكس او الداله اللي موجوده عندي هي عباره عن لين لساين تربيع للاكس، يعني الداله الاصليه انا هان عندي مين؟ هي لين، وما بداخل اللين هو عبارة عن دالة مثلثية، لكن هنا كانت هي دالة مثلثية والزاوية لإلها هي لين. واضح؟ هان بدي أشتقها تبعا، أول إشي لما أنا أجي أشتق مين؟ اللين حسب قانون اللين. بنحكي اف داش للإكس بلاقيها هي عبارة عن لين، شو مشتقة اللين حكينا على طول؟ بدي أحط خط لين وفي بدي يكون عندي مقام وبسط. طيب مشتقة اللين بتحكي لي هي عبارة عن ما بداخل اللين كما هو، هيو بدي احطه وين؟ في المقام كما هو بالضبط، هي ساين تربيع للاكس. على فكرة هذه التربيع للساين مش للاكس مش للزاوية، هذه التربيع للساين وزاوية الساين هي عبارة عن اكس فقط. واضح؟ مهم الطالب يعرف وين الزاوية ما بداخل اللين وين، لما نعمل حاسب ضرب الاقترانين مهم اعرف مين الأولى ومين الثانية. واضح؟ طيب إذا أول خطوة في مشتقة اللين حكينا بحط ما بداخل اللين كما هو في المقام بقى. بعد هيك في البسط إيش بقول لي؟ بدي مشتقتها، مشتقة ما بداخل اللين بدي مشتقتها وأحطها هناك. شو مشتقتها؟ بروح بلاقي بدور على ما بداخل اللين بلاقيه هو عبارة عن ساين تربيع للإكس. شو مشتقة الساين تربيع؟ أول حاجة حكينا إنه الساين تربيع إحنا بنعرف مشتقة الساين كوزاين، خليني بس أعمل توضيح. لكن لو كان عندي ساين وحد عملناها إحنا في محاضرة الدوال المثلثية، ساين تربيع للإكس هذه هي عبارة عن ساين الإكس الكلي تربيع. إذا هذه هي عبارة عن ساين الإكس الكل تربيع، فلما أنا أجي أشتقها بدي أختم هذا الواي
إذا أنا أجيب مشتقة الواي، أول حاجة بنزل الأس كبير اللي هو الاثنين، بعدين الساين كما هو مرفوع لأس واحد، أخذت أنا منه واحدة، مضروبة في مشتقة ما بداخل الساين، ما بداخل الأقبس. شو مشتقة الساين؟ كوزاين. الزاوية كما هي في مشتقة الزاوية، شو مشتقة الإكس؟ واحد. واضح كيف بدنا نشتق هذه لما تكون ساين تربيع للاكس، هذه الداله لما تكون التربيع على الساين. لكن ما حد يجي يحكي لي انه ساين الاكس تربيع، يعني اذا تساوي ساين الاكس يكون تربيع. هذا خطا، هذا هيك خطا. واضح؟ لانه هان التربيع على الاكس، التربيع على الزاويه، لكن هان التربيع للداله كلها. واضح؟ طيب نرجع احنا للن عندي ثاني. مشتقة اللين هي عبارة عن اختار النسبة، أول حاجة المقام بيكون هو ما بداخل اللين كما هو، بعدين البسط هو مشتقة ما بداخل اللين. شو ما بداخل اللين؟ ساين تربيع الإكس. حكينا ساين تربيع الإكس هي عبارة عن ساين الإكس الكل تربيع. نيجي نشتقها، أول حاجة لما تنزل الاثنين مضروبة في ساين الإكس كما هي، مضروبة في مرفوعة على أس واحد، مضروبة في مشتقة هذه الساين. شو مشتقتها؟ كوزاين الزاوية في مشتقة الزاوية. شو مشتقة الإكس؟ واحد. واضح؟ هيك بنكون اشتقينا مين؟ لين لساين تربيع الإكس. واضح؟ خليني أمسح هذا قبل الزاوية. مشتقة الجذر بروح عشان مشتقة بلاقيها اكس. شو مشتقة الاكس؟
واضح؟ إذا أنا عندي حاسة الضرب الفلانية معرفة إياها الأخ، واحد منهم جزم وواحد منهم لين، أهم خطوة، أحد من الإلكتروني الأول ومن الثاني، وأشتقهم تبعاً للقانون حاسة الضرب الفلانية، ولما يجي موعد مشتقة الجزم في القانون يعني بشتقها، لما يجي موعد مشتقة اللين بشتقها، لما يجي موعد اشتقاقها حسب قانون اللين. واضح؟ خلينا نشوف الاقتران يلي بعد. الاقتران اللي بعد هو عبارة عن اقتران نسبي، يعني بسط ومقام. طب شو أخذنا إحنا مشتقة الاقتران النسبي؟ أول حاجة مقام تربيع كما هو، صح؟ أخذنا مشتقة الاقتران النسبي سابقا في المحاضرة السابقة أعتقد. مشتقة الاقتران النسبي أول حاجة مقام تربيع كما هو، كانت عندي مشتقة هو عبارة عن المقام تربيع، بعد هيك المقام مضروب في مشتقة البسط ناقص البسط مضروب في مين؟ في مشتقة المقام. مشتقة المقام وبها مشتقة البسط، على مين؟ على المقام تربيع. طيب أحدد وين المقام وين البسط. طبعا كلنا بنعرف إنه هذا المقام وهذا البسط، واضح؟ عشان أنا بدي أرجع قانون مين؟ مشتقة الاقتران النسبي. طيب بروح على الاقتران النسبي، أول حاجة أنا بعرف شو القانون، أنا بدي أجي أشتق بدي أحط المقام كما هو وأرفع، أي المقام كما هو تربيع، بقول لي المقام تربيع هذا من قانون الاقتران النسبي. بعد بقول لي حط المقام كما هو هنا بالأول، أي المقام مضروب في مين؟ في مشتقة البسط. بروح على البسط شو بلاقي؟ لين. بحكي شو مشتقة اللين؟ هي عبارة عن اقتران نسبي. أول حاجة المقام بيكون ما بداخل اللين كما هو كده، الإكس كما هي. بعدين مشتقة ما بداخل اللين، شو مشتقة الإكس؟ واحد. هيك أنا بكون خلصت الجزئية الأولى في مشتقة الاقتران النسبي. القانون بيقول لي بعد هيك ناقص أو طرح، هذا كله هيك البسط، هذا كله هيك البسط، وهذه هي عبارة عن مين؟ ما بداخل اللين. واضح؟ طيب بعد هيك القانون بيقول لي انه البسط كما هو، ايوه البسط كما هو لان الاكس في مشتقة المقام. شو المقام؟ عبارة عن اكس تربيع، والاكس تربيع شو مشتقتها؟ 2 اكس. واضح؟ هيك بنكون اشتقينا الاقتران النسبي عندي اللي موجود فيه لين. طيب نيجي للاقتران الاخير. الاقتران الاخير اياها اف الاكس هي عباره عن اكس تربيع مضروبه في لين 2 اكس، يعني هذا عباره عن حاصل ضرب دالتين. كيف عرفت انه دالتين؟ انه لين دائما اللين ما بداخلها هذا الحقوق بتكون عباره عن ايش؟ اقتران. يعني ما ينفعش اقول انه الاكس تربيع لين 2 اكس هي اقتران واحد، هي عباره عن حاصل ضرب اقتراني. والاكس تربيع هذا كان هيك هي عباره عن مين؟ نسميها الاقتران الاول وهذا الاقتران الثاني، وبعد هيك اشتقها تبعا لقانون حاصل ضرب اقتراني. ولما يجي موعد مشتقه اللين فاشتقها تبعا لمين؟ لقانون اللين. طيب بقول لي مشتقه حاصل ضرب اقتراني اخذناها قبل شوي، هي عباره عن الاول في مشتقه الثاني زائد الثاني في مشتقه الاول. واضح؟ لهيك انا هيك انا لازم احدد مين الاقتران الاول ومين الاقتران الثاني. طيب هاي اف داش دال اكس، بما انه حكينا حاصل ضرب اقتراني، الاقتران مشتقتها بتقول لي الاول كما هو، ايوه اكس تربيع مضروب في مشتقة الثاني، الثاني هو عبارة عن لين، حكينا شو مشتقة اللين على طول بدي اعمل خط لين اللي هو بسط مقام. مين اللي بده يكون في المقام؟ ما بداخل اللين كما هو عين 2 اكس بحطه في المقام كما هو. البسط هو عباره عن اوكي نرجع ثاني نشرحها لانه فصلت الكاميرا وانا بشرحها. حكينا انه لما انا بدي اجي اشتق حاصل ضرب الاقترانين عند القاعده بتكون الاول مضروب في مشتقه الثاني زائد الثاني في مشتقه الاول. مين هو الاول؟ هي اكس تربيع كما هو مضروب في مشتقه الثاني. بروح على الثاني بلاقي مين؟ هو عبارة عن لين. شو مشتقة اللين؟ على طول بدي أحط خط القسمة
احكي في المقام هو عباره عن مامدات للمين كما هو ما بغيروش عليهم. في البسط هو عباره عن مشتقات. شو مشتقات النيل اكس؟ 2 زائد الزائد من وين؟ من مشتقات حاصل ضرب اقترانين. شو مشتقات عفوا بعد حاصل ضرب الاقترانين؟ حكينا انه بكون عند الاول في مشتقات الثاني زائد الثاني في مشتقات الاول. يعني بعد الموجب هذه بتلاحظ الاقتران الثاني كما هو عين في مشتقة الاقتران الأول. شو مشتقة إكس تربيع؟ هي عبارة عن 2 إكس صفر. لو أنا بدي أجي أبسطها يعني بدها تصير عندي البسط قدر 2 هان بتروح مع 2 في المقام، إكس واحدة بتروح مع الإكس تربيع بضل عندي إكس زائد 2 إكس. هذا ال 2 إكس مطلوبة كلها في لن الإكس، في لن 2 إكس. ما بروحش أحكي ال 2 إكس هذه أضربها في ال 2 إكس اللي هنا، لا. هذا ال 2 إكس خاصة في مين؟ في اللن. فال 2 إكس بدها تيجي وين؟ قبل اللن هذا بدي أجي أبسطها، بده يصير عندي 2 إكس لن الإكس. واضح؟ هيك بنكون اشتقينا آخر سؤال عندي في اللن. نرجع لآخر مرة نعيد شو مشتقة اللين. هي أول حاجة بتحط خط هيك عشان هي بدها تكون اقتران نسبي. أول حاجة المقام بده يكون ما بداخل اللين كما هو ما بغيروش. الدالة اللي موجودة ما بداخل اللين بتحطها في المقام، بعد هيك في البسط بتحط مشتقتها. واضح؟ إن شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم. بنعيد تاني، رح آخذ كل روابط محاضرات الاشتقاق تحت اسفل الفيديو هذا، وراح احط كمان رابط القناه. وان شاء الله راح اشرح بعد المحاضره هذه اللي هو اللوغاريتم. في المحاضره هذه حكينا انه اخذنا كل الدوال بدلاله اللن واشتقها على طول تبعا لقانون اللن اللي عندي. في المحاضره الثانيه ان شاء الله راح نكتب كل الاسئله بدلاله اللوغ، بعدين نحولها للن لو كان الاساس عندي هان ما كانش كان اي عدد تاني. كيف انا بدي اشرحها؟ اشوفكم في الفيديو اللي بعده.